السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. عين الدفلة، وقع حادث مرور خطير ظهر اليوم بالطريق سيار شرقاب في شطره الرابط بين بلدية بومدفع وخميس مليانة، بالضبط على مستوى أولاد مهدي باتجاه وهران. تمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية من نوع بيجو 404. أسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح مختلفة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية. ربي شفيه يا رب العالمين، ودائما نقولوا الحذر واليقظة لسلامتكم وسلامة الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.